هذا وتدعو وزارة الصحة جميع فئات المجتمع البحريني من المواطنين والمقيمين لاتباع الإرشادات والتعليمات الصحية الصادرة من الوزارة للحفاظ على الصحة وعدم انتقال فيروس الكورونا. وشددت الوزارة على ضرورة التقيد بالإرشادات والطرق للحد من انتشار الفيروسات الضارة والمتمثلة بغسل اليدين بالماء والصابون باستمرار، وضرورة تجنب السلام باليد والعناق أو التقبيل للآخرين، وأهمية تغطية الأنف والفم عند العطس، وتجنب الاختلاط بالناس أو حضور المجالس العامة. ودعت الوزارة إلى أهمية اتباع طرق تقوية المناعة عبر ممارسة الرياضة بشكل دائم واتباع نظام غذائي متكامل، إلى جانب شرب الكثير من الماء لتجنب الجفاف. كما دعت الوزارة إلى تجنب التدخين والتأكد من الحصول على كافة التطعيمات حسب جدول التطعيمات الموصى بها من وزارة الصحة. تعليمات الوقاية من التعرض لفيروس كورونا: غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بشكل دوري مع الحرص على استخدام معقم اليدين، تنظيف الأسطح والأشياء التي يتم استخدامها بشكل متكرر وتعقيمها جيدا بصورة دورية، غط فمك عند السعال أو العطاس وتخلص من المناديل المستخدمة بالطريقة الصحيحة، تجنب لمس أي شخص يعاني من الحمى أو السعال.